طاب مساءكم. إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات برلمانية مبكرة الأسبوع القادم. سيتقدم رئيس الائتلاف الحكومي باقتراح لحل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات. الحديث يجري عن 4 من أيلول القادم، أي بمعنى بعد 4 أشهر ستجري الانتخابات في إسرائيل. الانتخابات في إسرائيل تهمنا نحن كأقلية عربية فلسطينية في الداخل، تهم شعبنا، تهم الشعب الفلسطيني، تهم العالم العربي لما لها من تداعيات وانعكاسات على الوضعية الإقليمية وأيضا على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطيني في الداخل وعلاقته الخاصة والخصوصية مع الدولة. حول هذا الموضوع سنعد الكثير من البرامج. واضح أنه هذه الانتخابات سنتابعها بشكل دائم وسنستضيف العديد من قيادات الأحزاب ورؤساء الأحزاب. نبدأ في هذه الحلقة مع النائب محمد بركي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا محمد بركي. سأبدأ من الآخر، قد تكون الأسئلة صعبة ولكن بالفعل سأبدأ من الآخر. كل الدلائل تشير إلى الانتخابات في 4/9. الجبهة ستخوض الانتخابات مثلها مثل أي حركة سياسية وحزب سياسي آخر. هل محمد بركي سيترشح على رأس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة؟ سؤالي واضح لأن هناك من يقول هناك إشكالية دستورية حول هذا الأمر. لا يوجد إشكالية دستورية، والقرار في هذا الموضوع لن أعلنه على الهواء إنما في الهيئة. هل محمد بركي سيترشح؟ بعد أن ننهي هذا التسجيل عندنا اجتماع لقيادة الجبهة والموقف سيقال هناك وليس هنا. يعني حسب ما سمعت أن محمد بركي بالفعل سيترأس قائمة الجبهة في الانتخابات القادمة. أنا أقترح في هذه المرحلة أن تتجاوز الموضوع الشخصي، هنالك قضايا أهم بكثير. الجبهة ليس شخصيا، الجبهة ستخوض الجمهور أن يعرف. أوكي. يعني الجبهة ستخوض الانتخابات ببرنامجها بمرشحيها برصيدها، وهذا بحد ذاته مصدر ثقة من الجمهور الواسع. نحن نريد أيضا إلى جانب ذلك أن نسعى إلى حوار واسع مع إخواننا في القوائم العربية للتباحث في أفضل الصيغ لتمثيل الصوت العربي بشكل حقيقي، وخاصة إزاء الحملة اليمينية، وأيضا أن نفتح آفاق لتعاون مع قوى ديمقراطية في الشارع اليهودي مستعدة للعمل معنا في قضية، في موضوع دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في موضوع مناهضة العنصرية والتصدي لها، وفي موضوع العدالة الاجتماعية. في اعتقادي أن هذين المسارين لا أحد يطرحهما بهذا الشكل المتكامل سوى الجبهة. الجبهة موجودة في نقطة متميزة جدا، بل تكاد تكون مصيرية بالنسبة للمجتمع العربي في السياق الإسرائيلي، بمعنى أنها تريد أن تفتح أوسع الأبواب من أجل أوسع تحالفات ممكنة في الشارع العربي، وأن تفتح أوسع الأبواب من أجل أوسع تحالفات ممكنة مع قوى ديمقراطية في الشارع الإسرائيلي. سأتي على يعني أنت قلت الكثير من المواضيع التي سأتي عليها لاحقاً، ولكن أنت قلت تحالفات حتى في الشارع العربي. هناك يعني من يطالب دائما أنه طب ليش الأحزاب العربية ما بتئتلف مع بعض؟ لأنه الصوت ساعتها قد يزيد عدد المقاعد، وبعد الانتخابات كل واحد بروح لحاله، كل حزب بروح لحاله. شوف يعني أنا مش من هواة أنه نعمل الصفقة وبعدين نوزع الغنائم. يعني أنا أؤمن بتحالفات لها استمراريتها ولها قواعدها السياسية المشتركة. واضح أنه هنالك احتمالات في مراحل في انتخابات قادمة ربما أن يرتفع نسبة الحسم، الأمر الذي يلزم أن تقيم مثل هذا البلوك الفني أو البلوك الانتخابي. لكن أنا يعني أفضل أو أميل أكثر إلى أن تكون التحالفات مبنية على أسس توافق سياسي. ما مدى وسعة هذه التحالفات يجب أن تكون هذا موضوع للتشاور. هل هذا فعلا زي ما تفضلت قبل قليل انه سيرفع نسبه التصويت، ام سيخلق حاله من الاتكاليه لانه غياب المنافسه قد يقول انه طيب ما فيش حدا بتنافس مع حدا خلينا في البيت، وهذا حسب رايي. يعني هذا امور يجب ان نحسبها، وربما يمكن الحديث عن مش بالضروره قائم واحد، ربما عن قائمتين وربما عن 3 قوائم زي ما هو الوضع الان، شرط ان تكون الحظوظ مضمونه للكل بان يعبر نسبه الحسم، يعني ما تروحش اصوات. يعني ذات مره كان في قائمتين بالفعل، الجبهة
الجبهة والتجمع في قائمة مشتركة، والحركة الإسلامية والحزب الديمقراطي العربي وما إلى ذلك، وحركة العربية للتغيير في قائمة أخرى، وكان في هناك منافسة. هل يمكن إعادة مثل هذا السيناريو؟ هل أنت تجد أنه اليوم في إمكانية للتحالف مثلا مع التجمع؟ طبعا مع الحركة الإسلامية يمكن الجبهة لها موقف أنها لا تتحالف مع الحركة الإسلامية في قائمة واحدة، لأن هناك خلافات أو اختلافات وجهات النظر و في الطروحات، ولكن هل هناك إمكانية مع التجمع الوطني الديمقراطي؟ أنا قد أفاجئك الآن، أنا مع حوار يشمل الجميع، وأن نتفق من خلال الرؤية ومن خلال تحليل مشترك ما هو السبيل الأفضل بدون أدنى شك. يعني طبعا نحن لا، وخاصة بسبب تركيبة شعبنا الاجتماعية والسياسية، نحن ضد أو لا نستطيع أن يعني أن نتحالف مع توجهات قد تبدو طائفية، لكن في كل الأحوال في نهاية الأمر المصلحة الوطنية العليا هي التي تحدد. لذلك أنا مع حوار شامل، هذه ليست نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة جدا أخ رمزي، ولكن يعني الحديث عن يعني 4 أشهر يعني هذا كمان كمان بس يعني كريم. يعني في حاجة كمان لتفاعلات في داخل الأحزاب نفسها أيضا لأن تزن أمورها وتحدد استراتيجياتها، وأعتقد أن هذا الأمر مهم. بالتالي أنا يعني أدعو إلى حوار شامل يشمل الجميع، وأن نصل إلى الصيغة الأفضل لتمثيل قضيتنا بالشكل الأفضل. إلى جانب ذلك أنا أيضا أريد أن نفتح آفاق على أو إمكانية التعاون مع قوى في الشارع اليهودي. يعني ليس قدرا علينا أن يكون الشارع اليهودي يتحدث فقط من خلال يعني أقصى ما يمكن من خلال ميرتس. في أوساط اللي شاركت معنا في أول أيار، في أول اللي شاركت معنا ضد ظهرت ضد العنصرية، في أوساط اللي شاركت معنا ضد عدوان إسرائيل في لبنان وضد العدوان على غزة. نحن نريد أن يكون في الناس اللي شاركت في الحراك الاجتماعي في الصيف الماضي، طبعا مش كلها متجانسة، لكن نحن نريد أن نكون أيضا عنوان لهؤلاء الناس. نحن لا نستطيع أن نبني عملنا السياسي في داخل إسرائيل من خلال أن نرى أن الأمر يبدأ في الناصرة وينتهي في أم الفحم. احنا في نهايه الامر نخوض السياسه في البرلمان الاسرائيلي. انا كنت دائما بالضبط انا كنت دائما اقول انه يمكن المضاره في الناصره مثلا مهمه وما الى ذلك، ولكن مهمه ايضا ان تكون في تل ابيب، لانه من يريد ان يؤثر وان يغير عليه ان يخاطب هذا المجتمع. يمكن في الفتره الاخيره نحن لا نخاطب هذا المجتمع، اقصينا انفسنا على لا مش صحيح، يعني ربما البعض اقصى نفسه طبعا او ايديولوجيته لا تسمح له بذلك. مثلا خذ احنا يعني في سياق نشاطات المتعلقه باول ايار والطبقه العامله، ونحن نعرف ما الذي تواجهه جماهيرنا الفلسطينيه في داخل إسرائيل من ظلم ومن اضطهاد قومي ومن اضطهاد اجتماعي طبقي. لذلك أول أيار هو مناسبة نضالية مهمة بالنسبة لمجتمعنا العربي، فكان هنالك مظاهرة كما تعلم في الناصرة، مظاهرة جبارة وكبيرة، وبعد ذلك بيومين كان هنالك مظاهرة جبارة وكبيرة في تل أبيب. نحن لم نسقط علم النضال لا في هذا المكان ولا في ذاك المكان، وأعتقد أنه هذا هو التميز الذي تتميز به الجبهة، بأنها لا تتقوقع ولا تحاصر نفسها في خطاب العرب يلقون الخطب على العرب، إنما لا، نحن نريد أن نؤثر على الملعب المركزي، نريد أن نؤثر على السياسة المركزية في هذه الدولة. واضح أنه في إقصاء، واضح أنه في عنصرية، واضح أنه في ملاحقة، لكن يجب أن لا تتنازل طوعا عن هذه الساحة، ساحة التأثير على المجتمع الإسرائيلي. هذا بالأساس التنازل عنها عمليا أن تلعب في نفس الملعب الذي حدده لك ليبرمان. محمد بركي، هذه الانتخابات ما هي طبيعتها حسب يعني رؤيتك أنت، وأيضا طبيعتها إسرائيليا أنا أقول، وعلى مستوى الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، ما هي المواضيع الأساسية التي يجب أن تطرح؟ الانتخابات هي فرصة لطرح المواقف، لشرح المواقف، أيضا لمخاطبة الآخر ومخاطبة الذات الفلسطينية في الداخل. صحيح. شوف، خلينا ناخذ الامور بشكل اخر، يعني اذا سمحت مثلا ليش راحوا على الانتخابات، ليش يعني نتنياهو رايح على الانتخابات اصلا؟ انا في اعتقاد انه في عدد من الاسباب، هنالك اسباب حزبيه داخليه، هو لا يريد ان يعطي معارضيه ومنافسيه الفرصه لتنظيم انفسهم وتشكيل قوه وقطب يستطيع ان يهز سلطته، لكن في اسباب اخرى، وهذه الاسباب ستقول في النهايه ما هي الامور الاساسيه المطروحه على جدول العمل الانتخابي. موضوع مثلا قانون تال الذي يعفي طلاب المدارس الدينيه من الخدمه في الجيش، هنالك من يريد ان يستمر هذا القانون وخاصه من الاحزاب الدينيه، وهنالك من لا يريد وخاصه في اوساط الليكود وحزب ليبرمان وحتى ايضا في حزب كديمه. لكن شوف شو اللي عم بيصير هون، اللي عم بيصير انه في خلاف ايديولوجي في داخل الحركه الصهيونيه،
حول موضوع التجنيد ومكان الدين في الدولة، يريدون يحلوا على حساب العرب بأي مفهوم، بمفهوم أنه يريدون قانون خدمة للجميع. ماذا يعني للجميع؟ شمل العرب. هل احنا نصبح جزء من 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 فضاء الخدمة العسكرية او بديلاتها؟ طبعا نحن لا نقبل ذلك. وانا في اكثر من مناسبة في الايام الاخيرة قلت اذا فرضوا على الجماهير العربية اي شكل من اشكال الخدمة العسكرية او اي بديل عنها، اذا فرض هذا الامر فنحن يجب علينا ان نعلن عصيانا مدنيا مهما كلف الامر. عصيان مدني، عصيان مدني. يعني انت تقول انه هذا الاعلان ان الخدمه المدنيه للجميع بما في ذلك شمل العرب هو اعلان حرب على الحرب الفلسطينيه في الدولة. اعلان حرب على هويتنا وعلى انتمائنا. يعني شوف، هذه الدوله تسن قوانين عنصريه، هذه الدوله تميز ضدنا في كل شيء، في العمل، في التعليم، في الهدف. وهذه الدوله تعرف نفسها كدوله يهوديه. الدوله اليهوديه تريد من العرب ان يدافعوا عنها، ان يشكلوا جزءا من هيكليتها الامنيه. هذا امر غير مقبول. ولكن هذه المؤسسه لذلك انا عندما اغلبيه محمد بركي، يعني ممكن هذا القانون ان يمر، ان يعبر فيه. لذلك انا اقول نحن لا نملك اغلبيه برلمانية. لذلك نحن أنا أقترح وأنا أطالب بأن نواجهه بالعصيان المدني، بمفهوم أنه لو كلف الأمر أن يدخل السجون آلاف الشباب من شبابنا الفلسطينيين العرب في هذه البلاد من أجل قطع هذا القانون من دابره، فيجب أن نقوم بذلك، ويجب أن نكون مستعدين لدفع الثمن. وأنا أبدأ في أولادي قبل أن أبدأ في أولادي الآخرين. يعني أفهم منك أيضا يعني أن هناك في المرحلة القادمة، في الدورة الكنيسة القادمة، هناك تأثير لوجود الأحزاب العربية. يعني هناك من يدعو إلى مقاطعة. بس خلينا نكمل بس الصورة الثانية. إحنا سألت سؤال كبير أنت بده يعني. فهذا أحد المواضيع المطروحة. في له سياق إسرائيلي قانون طال متدينين وعلمانيين، وفي له سياق يتعلق فينا، وهذا السياق هو خطير جدا. الأمر الثاني اللي كان في موضوع الانتخابات هو موضوع الحراك الاجتماعي. الحراك الاجتماعي وميزانية الدولة، نحن خارج أولويات ميزانية الدولة. هنالك من يحاول إقصائنا خارج الحراك الاجتماعي لأنهم يتحدثون للطبقات الوسطى، بينما غالبية جماهير العربية من الطبقات الضعيفة والطبقات المسحوقة. لذلك نتنياهو أراد أن يتجاوز الحراك الاجتماعي ويتجاوز النقاش حول ميزانية الدولة من خلال الإعلان عن الانتخابات. لكن كيف يمكن أن يحل بالنسبة لنا؟ يمكن أن يحل الأمر على حسابنا أيضا في تعميق الإقصاء والتمييز العنصري ضده. لذلك هذا الأمر بالضرورة سيكون مطروحا على جدول أعمال الانتخابات. الأمر الثالث هو قضية السلام. قضية السلام فيها عدة سياقات. في سياق أنه نتنياهو وما قاله ديسكين قبل عدة أيام بأنه المسؤولية الأساسية في موضوع تعطيل العملية السياسية ملقاة على عاتق نتنياهو وليس على أبو مازن. جاء يوسف ساريد قبل يومين وقال أنه 90% من المسؤولية هي على نتنياهو وربما 10% على أبو مازن، بمعنى أن القضية الفلسطينية يجب أن تعود لتأخذ دورها. هذه مهمتنا. نحن لا نستطيع أن نعتمد على حزب كديمة بأن يقول أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى، ونحن لا نستطيع أن نعتمد على نتنياهو أن يقول ذلك بطبيعة الأمر. هو على ما يبدو نتنياهو في هذه الانتخابات سيذهب إلى إيران حتى لتغييب الموضوع. خذ الكمالي. نتنياهو يعرف زي ما أنا بعرفه وأنت بتعرفه والمشاهدين بيعرفوا أنه في شهر 11 في انتخابات في أمريكا. وإذا جاء أوباما إلى الرئاسة للدورة الثانية لن يكون أوباما، طبعا لا أعلق عليه أمال كبيرة، لكن رئيس أمريكي في الجولة الثانية في الدورة الثانية هو ليس كالرئيس الأمريكي في الدورة الأولى. وأنا أعتقد أنه نتنياهو لا يريد أن يواجه أوباما في دورته الثانية على مدار سنة، يعني أن ينتظر حتى موعد الانتخابات في يعني كان من 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 لا يعني وسيكون أوباما عنده قدرة على التحرك أكثر من الوضع الحالي، وخاصة أن أوباما نتنياهو وجه إهانات قاسية لأوباما في الأشهر الأخيرة، وأوباما اضطر أن يبلعها بسبب الانتخابات. فهذا موضوع بالضرورة السياق السياسي والسياق الدولي والإقليمي سيكون مطروحا، وطبعا الموضوع الإيراني كما تفضلت. فهذه هي موضوع الانتخابات. يعني أنت تسأل ماذا سيكون على رأس سلم أولوياتنا، هذا هو الموضوع. بالنسبة لنا الجماهير العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل هنالك قضية هذا الاستشراس العنصري. نحن نعلم الآن أنه نتنياهو يملك ائتلاف يستند على حوالي 64 عضو كنيسة. واضح أن حلفائه في حزب العمل في عند براك، عند حزب عتسمأوت وحزب الاستقلال ما يسمى، عند 5 مقاعد الآن الفرص تبدو معدومة بأن يعودوا إلى الكنيسة. بمعنى كل الاستطلاعات الآن تقول أنه الكتلة المجموعة الائتلاف اللي يعتمد الأساسية اللي يعتمد عليها نتنياهو هي تقريبا 61 62 61 62. بمعنى إذا تجند الجمهور العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل للانتخابات بفوق النسب المعتادة،
آخر مرة كان نسبة التصويت 51-52%. صحيح. بينما في إسرائيل عموما كانت حوالي 70%. إذا وصلنا إلى 70% حسمت موضوع الجسم المانع. نتنياهو لا يستطيع أن يشكل حكومة، قد يشكل حكومة وحدة وطنية بسبب عدم وجود حزب كبير في الطرف المعادي له أو في الطرف المقابل له، لكن هو لا يملك الكتلة الائتلافية تبعته الآن لن تملك الأكثر من 60% إذا تجند الجمهور العربي للتصويت. وأنا بقول تصويت هذا تجند. هذا يأخذني إلى المحور الثاني محمد بركي، ولكن خلينا نروح على الفاصل وبعد الفاصل أوكي. نواصل الحوار. مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار، الحوار مع النائب محمد بركي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحوار يدور حول الانتخابات المبكرة في إسرائيل، الانتخابات البرلمانية التي تم تقريبها إلى الرابع من أيلول القادم حسب كل التوقعات في البلاد. محمد بركي قبل الخروج إلى الفاصل كنا نتحدث عن تأثير الصوت العربي، يعني أحيانا تشعر أن هناك من يريد أن يقصي نفسه حتى من خلال دعوة إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، وهذا في نهاية الأمر هو يضر على ما يبدو في مصلحة الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، لأنه بالآخر هذه الجماهير يجب أن يكون صوتها مسموعا داخل الكنيسة أيضا، وعدم إبقاء الكنيسة مجالا للتحريض الشامل على الجماهير العربية. هذا كلام صحيح 100% يعني، ولكن أنا أريد أن أقول أكثر من ذلك. حتى لو لم يكن هذا المنبر منبرا لمواجهة التحريض ولطرح قضايانا ومطالبنا، واضح أنه في فكر عنصري يميني في إسرائيل في مركزه نتنياهو والليكود. هذا المحور وأطرافه الأخرى مثل ليبرمان والأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة هي تريد كنيسة بدون عرب، وأيضا أحيانا لا يتورعون على اشتراط حق التصويت وحق الترشيح، وإحنا شوفنا شو القوانين اللي صنت، بمعنى أن هنالك مصلحة لطرف واحد في إقصاء الصوت العربي وهو اليمين المتطرف والعنصري. لذلك في اعتقادي الرد يجب أن يكون هو بأكبر مشاركة من الجمهور العربي، وخاصة أن الأمور واضحة حتى في الموضوع في الرياضيات البسيطة في الحساب. هناك إشكالية في الموضوع. الإشكالية هي أن مجتمعنا يعني في هناك تركيبة مجتمعنا تغيرت اليوم. إذا بتأخذ من ناحية الإحصائيات والنسب ما يساوي تقريبا 50 أو أكثر من 50% هي مجموعة الشباب، هي شريحة الشباب، شريحة الشباب يعني أنا بحكي 18 سنة ل 25 سنة. هذه الشريحة من ناحية السلوك، من ناحية العقلية، من ناحية التفكير تغيرت، هي ليست بتفكير القديم مثلا. فعلى ما يبدو وهذا سؤال أيضا موجه إلى الجبهة، يعني هذا الخطاب لهذا الشباب يمكن ناقص، يمكن مش قوي، يمكن مش مقنع، وهناك مجموعة كبيرة من هاي الشباب بتقول لك أنا بديش أروح أنزل أصوت. لا مش صحيح حسب رأيي أنا، يعني تقييمك للموضوع غير صحيح. لا هذه الشباب لها ميزات، طبعا ميزات خاصة. أولا هي بفضل الثقافة والتربية التي تربينا نحن أيضا جيلنا عليها من 48 لليوم، الانتماء والعزة الوطنية وإلى آخره، لكن هي تشعر بالغربة، هي تشعر بالغربة. ولكن هذه الشباب أيضا تريد أن تندمج في الحياة العصرية، في الحياة المعايشة، تريد حقوقها، هي يعني هي تريد أن تحافظ على وجهها. أيضا تقول لك يا محمد بركي إنه شو عم تعملون أنتم بالكنيسة، شو موجودين تسوي؟ هذا تريد أن تحافظ على وجهها وفي نفس الوقت تريد أن تأخذ حقوقها من الدولة. هذا الموضوع الجبهة هي التي تعبر عنه، لا يعني في اعتقادي بشكل كامل ومتكامل الجبهة هي التي تعبر عنه، موضوع التميز والحقوق الاندماج ليس بمفهوم الذوبان، الاندماج بمفهوم نيل الحقوق كاملة والتميز. لذلك في اعتقادي أن هذه أجوبة مهمة جدا، ويجب علينا جميعا أن نخاطب ليس فقط الشباب إنما كل الأجيال، من وخاصة لهذا اللي بدي أقوله إنه في عملية حسابية بسيطة. ائتلاف اليمين اليوم، الائتلاف الحالي لليمين يعتمد على 60-61-62 عضو. في أيدينا نحن العرب أن نغير هذه الأغلبية إلى الناحية الثانية. هذا لا يعني أننا مرشحون للدخول في الحكومة المقبلة، لكن نحن نريد أن ينشأ وضع لا يستطيع فيه نتنياهو أن يشكل
حكومة. إذا وفرنا هذه الأغلبية للطرف لنا مع الأطراف الأخرى، يعني أنا مش شايف حالي ولا شايف الإخوة في القائمة الموحدة ولا الإخوة في التجمع شركاء مع مفاز أو مع شيري يحموفيتش أو مش عارف مع مين، لأنه إحنا لكن نحن نريد أن نلعب دورنا على الأقل مثل ما كان أيام حكومة رابين، عندما كان العرب جسما مانعا منعوا اليمين من تولي السلطة وأعطوا الفرصة لعملية سلام. يعني هذا الشرح بس محمد بركي، لأنه كمان في وأيضا في جمهور من العالم العربي يسمعنا، الجسم المانع كان في حينه أنه كان هناك تكتل اليمين وتكتل ما يسمى، كان رابين عنده 56 عضو كنيسة وكان 5 أعضاء عرب اللي يوفوا لل 61 اللي هي 61 هو الأغلبية، فالخمسة لم يكونوا جزء من الحكومة، لكن هم أعطوا. وأنا أذكر جسم المانع دعموا هذه الحكومة من الخارج، من الخارج. وأنا أذكر كلام ضد اليمين رفيقنا القائد الراحل توفيق زياد، وكان في أيام صعبة في التعامل مع هذه الحكومة التي كانت أيضا تقوم بعمليات قمع ضد شعبنا الفلسطيني، لكن كان في تفاوض. قال نحن لن نقلب طاولة التفاوض ما دام قيادة شعبنا موجودة على طاولة التفاوض مع هذه الحكومة، مش إحنا اللي نقلب هذه الطاولة، إنما نعطي الدعم لهذا التفاوض من أجل تحقيق حقوق شعبنا. الجسم المانع في حين، وفي نفس الوقت أنجز وفي نفس الوقت قضية القدس والاستيطان في حين طبعا منع. وفي نفس الوقت في انعكاسات أيضا مدنية على حياتنا، موضوع الطفرة في التعليم وفي البنى التحتية كانت في ذلك الوقت. عفوا. فأنا أقول أنه هذا الأمر ممكن، حتى لو لم يكن ممكنا، أنا مش من مصلحتي تكون أكثر الحكومة في إسرائيل تطرفا يعني موجودة بسبب كسلي أو بسبب انكفائي أو بسبب جلوسي في البيت. لا، نحن نريد أن نؤثر على القرار السياسي في إسرائيل. نتنياهو وحكومته في تشريعاتها العنصرية، في ممارسات الاستيطان، في تسعير الحرب في الموضوع الإيراني، في 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 السياسة الاقتصادية الخنازرية كما سماها بيريس في حينه، يجب أن لا تعود إلى سدة الحكم. إذا كان هذا الأمر بأيدينا أو إذا كنا قادرين على منع نتنياهو من العودة إلى الحكم، سنكون مجرمين إذا لم نفعل ذلك. ولكن الإصلاحات تقول مثلا أنه ممكن نتنياهو أن يعود إلى الحكم وبشكل كبير، يعني الإصلاحات تعطي الليكود 30. هذا أيضا يعني مؤشر على المجتمع الإسرائيلي نفسه. المجتمع الإسرائيلي اليوم يرى بنتنياهو هذا اللي عنده جمود بالمفاوضات، اللي يتعامل داخليا اقتصاديا واجتماعيا وكذا، يقتل الفئات المسحوقة ويسحقها أكثر، وبنفس الوقت هذا المجتمع يعطي نتنياهو هذا الصوت. هذا يعني أن المجتمع ما زال ضمن العقلية الأمنية، ضمن العقلية تتعامل مع المنطقة بشكل أمني وليس بشكل حواري وتحالفات، وهذا ينعكس علينا داخليا وينعكس على الشعب الفلسطيني. صحيح صحيح. يعني هناك يعني محورين للإجابة على هذا الموضوع. أولا، التقدم في تحصيل الليكود هو ليس على حساب المعسكر الآخر، إنما على حساب أحزاب داخل معسكره. يعني بتلاقي فيه هبوط في شاس، بتلاقي هبوط عند ليبرمان، وفي ارتفاع عند الليكود، لذلك هذه حركة في داخل نفس المعسكر. بمفهوم أن الكتلة اللي يستند إليها ائتلافه الحالي لا تكبر على الأقل في الانتخابات القادمة، أو ممكن أن لا تكبر، وفي أيدينا أن نحولها إلى أقلية. الأمر الثاني، لماذا يعني الشعب في إسرائيل راضي؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن هناك تأصل في النزعات العنصرية في هذا المجتمع بفعل التحريض وغسيل الدماغ الذي قامت به حكومة إسرائيل المتعاقبة، ابتداء من باراك سنة 2000 عندما قال لا يوجد شريك بعد مفاوضاته في كامب ديفيد مع الرئيس الراحل أبو عمار. وهذا يعني أدخل تغييرات سوسيو سياسية على المجتمع الإسرائيلي. الأمر الآخر، إسرائيل ليست موجودة تحت ضغط. هناك انتخابات في أمريكا، الأمريكيون لا يضغطون أصلاً، هن أصلاً حلفاء استراتيجيين. العرب مشغولون في الربيع العربي أو الحراك الشعب العربي، ولذلك لا تجد وزن سياسي إقليمي ممكن أن يؤثر على أو يحرج إسرائيل. الأمر الثالث وهو لا يقل أهمية، أنه رغم كل ما يحدث فإن الاقتصاد الإسرائيلي ما زال متيناً، ومشاكله تصدر إلى الجمهور العربي. يعني الفقر عند العرب، البطالة عند العرب، بينما الجمهور اليهودي يشعر بالنشوة والازدهار والانتعاش الاقتصادي. هذه أمور غير دائمة، هذه أمور مؤقتة، ونتنياهو يدركها. لذلك أنا في البداية قلت عندما قرر تقديم موعد الانتخابات كان يدرك أنه سيواجه حركة احتجاج شعبية في الصيف، وسيواجه مصاعب في إقرار الميزانية التي ستشمل إجراءات تقشفية قد تؤثر عليه. لذلك هو يريد تقديم الانتخابات قبل موعدها. مظبوط. هو في ورطة. هو عندما قرر هو أيضا يشعر أنه في ورطة. يريد هو لم يخرج من هذه الورطة. الانتخابات، إسرائيل هي شاطرة في الشوارع الالتفافية. الانتخابات هي شارع نتنياهو الالتفافي على قضية السلام وقضية
الحراك الاجتماعي وقضية ميزانية الدولة، وعلى قضية المشاكل في داخل الخارطة السياسية، قانون طال وما إلى ذلك. طيب الائتلاف الحكومي في ورطة، هل نحن في أحزاب عربية تفاجأنا من هذه الانتخابات؟ هل تورطنا في هذه الانتخابات؟ لا أعرف يعني كلمة تورطنا هي صحيحة، ولكن هل تفاجأنا من هذه الانتخابات؟ هل نحن جاهزون إلى هذه الانتخابات؟ احنا بنحكي عن 3 اشهر، يعني كمان هذه مش امر سهل انك تحضر نفسك كأحزاب وتنزل على الانتخابات. انتخابات 2009 لم تكن يعني اسهل. انتخابات 2009 اعلن عن الانتخابات، وخلال الاعلان عن الانتخابات خاض اولمرت حربه الاجراميه ضد شعبنا في غزه داخليا. محمد بركي لحظه شيء فعملي في هذاك الوقت. انا اذكر عندما اردنا ان نقيم مهرجان افتتاح المعركه الانتخابيه كان في خضم المعركه الحرب على غزه، لذلك الغينا المهرجان الانتخابي وحولنا الى مهرجان تضامن مع شعبنا في 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 غزه، وكان الوقت المتاح اقل. هل تفاجأنا؟ أنا أقول لك فقط ساذج يمكن أن يتفاجأ. نتنياهو في شهر واحد أعلن عن انتخابات تمهيدية لرئاسة حزب الليكود في آخر شهر واحد، آخر قانون ثاني. ليش؟ طبعا ما هو اللي بيعرف يقرأ يجب أن يقرأ. ليش عمل؟ إنه هو يريد أن يحتفظ أوراق موعد الانتخابات في يده، ونحن نعرف أنه لا يريد أن يكون هنالك تماس بين دورته الانتخابية الحالية ودورة أوباما الثانية. فيعني هذه الأمور كانت في رأيي متوقعة وفقط ساذج يعني ممكن. وأنا على الرغم هيك أنا بقول لك اليوم كمان مش في، إحنا بنحكي عن 4-9 وبنحكي على انتخابات ناجزة، أنا ما زلت أعطي هامش بين 10-20% أن لا تحدث انتخابات، أن يصلوا إلى صفقة ما في موضوع تال أو صفقات أخرى ممكن، بس هذا مستبعد برأيي. بقول لك 10-20% عن كمان كم من يوم لأنه أنا ليش بقول لك هذا الكلام؟ مثلا لو باجي مثلا بعمل تصويت سري بين أعضاء الكنيسة 120، أنا في تقديري غير العرب يمكن بتلاقي 80% إلى 90% غير معنيين في الانتخابات. حزب قديم هناك تحسب حزب قديم حزب قديم لا يريد انتخابات، لكن لا يستطيع أن يقول ذلك لأنه حزب معارضة. صحيح. الوحيد اللي بده انتخابات هو شيلي حموفيتش وحزب العمل، لأنه عندها 8 أعضاء بصير عندها 17 أو 15 أو اللي هو بتصير الحزب الثاني، ولذلك هي متحمسة للانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل أن تتجاوز مفاز وتكون الحزب الثاني وتكون مرشحة عند نتنياهو للدخول الحكومي. حزب شاس غير معني، حزب ليبرمان غير معني، على الأقل 50% من الليكود غير معني، لأنه في ناس بدها تطير في خائمة الليكود بالضرورة. فلذلك يبقى هذا الهامش، أنا لا أقول إنه هذا الهامش هو الحاسم، لكن يعني هو هامش 10-20% كان يبقى كاحتمال. احتمال. محمد بركي، ولكن يعني هذه الانتخابات كما قلنا هي فرصة أيضا لعرض المواقف، لمخاطبة الجمهور الواسع، وهي فرصة يعني تعطي كل الأحزاب أيضا يعني خليني أقول إظهار التمايزات. هذه المعركة قد تكون ويجب أن تكون أصلا على ضمن الصراع على وجه ووجهة مجتمعنا. أي مجتمع عربي أنت في الداخل هنا تريد، وأي وجهة يعني إلى أين نحن ذاهبون؟ هناك خلينا نكون صريحين، هناك صراع ما بين طيارين، طيار تقدمي وطني وما إلى ذلك، وطيار أصولي قد يريد منك أن تعود إلى القرون الوسطى. شوف، أولا المعركة الأساسية ليست بين تيارين، المعركة الأساسية بين كل شعبنا وبين السلطة الحاكمة في إسرائيل وبين هذا متفق عليه. لا أنا بحكي داخليا يا سيدي، وجه يا سيدي وجه مجتمع يعني ما قلت وجه إسرائيل. إذا متفق عليه مش مبطل غير مهم، بضل هو القضية الأساسية ويجب أن يؤكد دائما من أجل أنه إحنا عندنا نزعة أن نغرق في خلافاتنا وننسى التناقض الأساسي. لا، هذا هو التناقض الأساسي، التناقض الأساسي بين شعبنا كله وكل مركبات وكل أطيافه مع السلطة الحاكمة. هناك داخل شعبنا، هناك داخل شعبنا من يريد لي ويمكن لك ويمكن يعني أنت فاهم أنه راح أتهرب من هذا السؤال يا رمزي؟ مش راح أتهرب من السؤال. أنا بس أنا بحب أن الأمور تكون واضحة. تناقضنا الأساسي هذه المرة الثالثة بقول كشعب وكمجتمع هو في مواجهة السلطة الحاكمة الإقصائية العنصرية الصهيونية إلى آخره. أيضا هنالك في حاجة أن نقوم بصياغة أولوياتنا كمجتمع. مثلا خذ موضوع العنف، في موضوع العنف الذي يستشري في داخل مجتمعنا، نحن نقول أن المسؤولية تقع على السلطة وعلى أجهزتها وعلى الشرطة التي يجب أن تجمع السلاح وأن تعاقب المجرمين وأن تلاحقهم وإلى ذلك، لكن أيضا في جانب ملقى على عاتقنا، أي تربية نربي؟ هل تربية العدمية وتربية العقلية الاستهلاكية وتربية التقوقع والتمترس، ولا تربية وطنية جامعة تجمع جميع أطياف مجتمعنا؟ هذا موضوع نحن مطالبين كشعب كمجتمع بإعطاء أجوبة عليه. قضية مكانة المرأة،
مثلا قبل مدة كان هنالك مشاكل في لوحات إعلانية في مدينة أم الفحم اللي جرى تغطية عليها صور نساء، على فكرة مش صور فاضحة إطلاقا، جرى تغطيتها بالدهان. عشان هيك سألت أي مجتمع نحن نريد وجه مجتمعنا ووجهة مجتمعنا، ولكن مرة أخرى مضطرين للخروج إلى الفاصل. بعد الفاصل نعود إلى الحوار، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار. معنا في هذا الحوار النائب محمد بركي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحوار يدور حول الإعلان في إسرائيل عن تقريب موعد الانتخابات. وعلى ما يبدو أن الانتخابات حسب ما تم النشر عنه خلال الأيام الأخيرة ستكون في 4 أيلول القادم. محمد بركي، قبل الخروج للفصل كنا نتحدث أي مجتمع نحن نريد، وحكينا عن قضية أم الفحم والاعتداء أو على قضية النساء واللافتة. فأي مجتمع نحن نريد؟ أي وجه هذا المجتمع ووجهة هذا المجتمع المستقبلي؟ نحن نريد مجتمعا مكافحا موحد في قضاياه الأساسية على اختلاف أطيافه. في نفس الوقت نحن نريد مجتمعا خاليا من العنف ومن التسيب ومن الجنوح، من أجل أن تكون مناعته أقوى على مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه حياته وأجياله القادمة. نحن نريد مجتمعا متنورا، مجتمعا منفتحا، مجتمعا يحترم المرأة، يحترم التعددية، يحترم الفكر الآخر. أنا لا أريد اضطهاد ديني ولا أريد إكراه ديني، يعني أنا أريد أن يحترم كل منا معتقدات الآخر. قضية التكفير وإقصاء المرأة هذه أمور لا مكان لها في أي مجتمع، فكم بالحري في مجتمعنا الذي يواجه معركة يومية على حياته في مواجهة المؤسسة الحاكمة في إسرائيل التي لا تبقي مجالا إلا وتلاحقه فيه. طب ما دمنا نتحدث عن المرأة، يعني اسمح لي سؤال يمكن يعني شوي دخيل هو الآن، قائمة الجبهة هل سيجري فيها تغيير ما على التركيبة من حيث الأمكنة المضمونة؟ بمعنى هل ستشمل أيضا امرأة في التركيب القادم؟ شوف أنا حقيقة يعني أنا لا أركب القائمة كما تعلم. أنا إلي رأي، ولو كنت أنت عضوا في مجلس الجبهة واحد من الألف اللي هنا أعضاء مجلس الجبهة لكان لك رأي مثل رأيي. أنا يعني آمل وأرغب جدا أن يكون في كتلة الجبهة في الكنيسة في الدورة القادمة بعد الانتخابات أن تكون امرأة. يعني أنت تتحدث كتلة الجبهة، الجبهة الكتلة الآن هي من 4 مقاعد أو من 4 أعضاء كنيسة، ممكن تكون 5 وممكن تكون 5 أعضاء. في استطلاعات رأي مثلا الجبهة عملتها في لا احنا ما عملنا، بس الاستطلاعات التي تنشر ونحن عندنا أساس متين لنفترض بأن المرحلة الحالية هي تقود إلى القناعة بأن الجبهة هي العنوان، العنوان من أجل المحافظة على منجزاتنا وعلى هويتنا وعلى انتمائنا، وفي نفس الوقت أن نكون جزء من المعركة ضد العنصرية وجزء من التأثير على الشارع العام في إسرائيل وعلى السياسة في إسرائيل. يعني هنالك أساس جيد لأفترض ذلك. نحن في الانتخابات الماضية كنا بعيدين 2200 صوت عن المقعد الخامس، فلا يوجد أي سبب لأن لا نصل إلى هذا. نحن أيضا كما تحدثنا في البداية نحن نريد أن نسعى إلى أوسع تحالفات ممكنة، لست أدري ما الذي سيحصل، لكن في نهاية الأمر القرار هو ليس قرار محمد بركي وليس قرار شخص بعينه، إنما قرار هيئة. ونحن عندما نقول أننا جبهة ديمقراطية نحن جبهة ديمقراطية عن جد مش عن مزح. يعني هناك في ديمقراطية داخل الجبهة يعني خلال المؤسسات وما إلى ذلك؟ طبعا طب محمد بركي، يعني دعني أقول أمر آخر. طبيعة المعركة داخل المجتمع نفسه، هناك قضايا اجتماعية وقضايا اقتصادية أيضا، القضايا اليومية الحياتية وليس فقط القضية الفلسطينية والقضية القومية وما إلى ذلك. هناك دائما حديث ضمن الشارع، قد يكون يعني أنا لا أتحدث باسم الشارع ولا أعمم، ولكن هذا الشارع يشعر أحيانا أن هذا القيادي أو هذا عضو الكنيسة هو لا يعني يهتم بأمور أخرى، ويمكن أيضا في الكثير من الأحيان الإعلام الرسمي العبري الإسرائيلي هو يحرض على أعضاء الكنيسة العرب ويقول أنهم مشغولون بالقضية الفلسطينية وتاركينكم أنتم يا عرب ويا ناس في همومكم. بالفعل يعني هذا المزج ما بين القيادي الموجود في الكنيسة، المزج ما بين القضية الفلسطينية وهي قضية شعبنا، و
كمان قضايا الناس وهموم الناس اليوم. شوف أخ رمزي، أنا يعني ربما سأقول ذلك للمرة الألف في السنوات الأخيرة، أنا لن أعتذر لأحد أيا كان على أننا نعمل في قضية شعبنا، قضية شعبنا الفلسطيني، في قضية حريته، في قضية استقلاله، في قضية عودته، في قضية حقه في القدس، في قضية موضوع قلع الاستيطان ووقف الاضطهاد والملاحقة التي يتعرض والقتل الذي والحصار الذي يتعرض له شعبنا. هذه قضايا تهم الجميع أصلا، واضح. لا لا، هنالك من يريد أن يقول، شوف أنت يعني هذا طبعا مش رأيك، أما سؤالك واضح. هنالك من يقول أنتم مش مهتمين في قضايا، مشغولين في القضية الفلسطينية. أنا لن أعتذر لأحد على انشغالي وتماثلي وعطاء كل ما في لشعبنا الفلسطيني. في نفس الوقت هذا لا يمكن أن يكون، أو أن تكون مخلصا لقضية شعبك، أو أن تكون مخلص لقضية الشارع أو قضية المدرسة. ممكن أن تكون مخلص لهذا ولهذا. وفي اعتقادي أننا في الجبهة أعطينا نموذجا خلاقا للنضال حول القضية السياسية والقضية الوطنية وقضية الهوية والقضايا الحقوق المدنية. في اعتقادي أن هذه التوليفة هي توليفة الحياة. يعني مش إنه أنا باجي بختار ولا بقول إنه أنا بدي أهتم في موضوع الاستيطان وشرعنة الاستيطان وموضوع بناء شق الشارع إلى مدرسة في وادي النعم لطلاب وادي النعم اللي هي قرية غير معترف فيها في النقب، هذا يستطيع أن ينتظر. لا، أنا في نفس اليوم الذي أطرح فيه موضوع الاستيطان على منصة الكنيسة أجد الوقت لكي أذهب شخصيا إلى وادي النعم وأقف مع أولادنا ومع أبناء شعبنا في النقب للمطالبة بفتح شارع. هنالك من يريدنا، وهذا أعتقد هذا الخطر، هنالك من يريدنا أن نكون مجرد مش شعب، أن نكون متلقي خدمات في دولة إسرائيل. نحن لسنا، نحن نريد خدمات ونريد مساواة ونريد حياة كريمة ونريد أماكن عمل ونناضل من أجل ذلك في مفاهيمنا الاجتماعي والسياسي، لكن إحنا مش رعاية على هامش دولة إسرائيل. نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من التهجير ومن الاحتلال ومن الحصار. بس محمد، كيف أنت ترى الحل في نهاية الأمر؟ هناك صراع، دعني أتوسع أكثر. هناك صراع ما بين الحركة القومية الفلسطينية، الشعب الفلسطيني دعني أقول، ما بين الحركة الصهيونية والمؤسسة الصهيونية المتمثلة في دولة إسرائيل. كيف يمكن أن يكون الحل؟ هل هو حل الدولتين لشعبين؟ هناك من يعارض وهناك من يقول، حتى داخل أوساط يهودية تقدمية بتقول لك أنه حل الدولتين انتهى، مش موجود، لا يمكن صياغته وتنفيذه على أرض الواقع. وهناك من يقول دولة واحدة، وهي أصلا الدولة الواحدة فيها إشكاليات أيضا. يعني طبعًا. إذا اليهودي ما بده دولتين، بده يعطيك دولة واحدة ويتنازل طوعا ومسبقا عن هوية الدولة، عن هوية الدولة وسيطرته على الدولة، لأنه في حين القضية الديمقراطية ستلعب دورا. شو يعني السؤال؟ يعني أولا يعني مركب من قسمين، قسم عملي براكت وقسم فكري. القسم الأول أنه كيف سيكون الحل؟ الحل لن يكون من إسرائيل. يعني مش فجأة بده ينزل وحي على إسرائيل وتقول يلا إحنا صرنا إنسانيين وصرنا كذا. هذه قضية توازنات يفرضها نضال الشعب الفلسطيني أولا، ووحدته أولا ونضاله ثانيا. وهذه أمور يجب إنجازها حالا. لا يكفي التغني بالمقاومة الشعبية بينما ينظر فقط إلى 3-4 أماكن، بالعين ونعلين والنبي صالح والمعصرة. لا يمكن هذا الكلام. يعني هذا ظاهرة يجب أن تعم مجتمعنا الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني، ويجب أن ينتهي موضوع الانقسام الذي ترقص على إيقاعه إسرائيل طربا بشكل يومي. في موضوع الدولة والدولتين، شوف أنا بقترح لمن يطرح هذا الموضوع أن ينظر إلى تجربتنا نحن أبناء الشعب الفلسطيني في داخل إسرائيل، تجربة المواطنة مع هذه الدولة على مدار 64. والله إذا هذه التجربة يعني هي حلم الشعب الفلسطيني، هي الحلم الذي من أجله استشهد الشهداء ومن أجله ناضل المناضلون ومن أجله قامت منظمة التحرير ومن أجله، يعني أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن من حق الشعب الفلسطيني أن يذوق طعم الحرية في دولته المستقلة. بعد ذلك بدك تعمل دولتين من خيال مع الأردن مع 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 إسرائيل، تكامل اقتصادي، ما بعرف. أما يجب أن ينطلق هذا القرار من قرار السيادة الفلسطينية الكاملة غير المنقوصة. يعني أن لا يتحول فجأة بتحت دعوة إنه والله إسرائيل ملت الضفة مستوطنات، إنه والله طيب إحنا بنحط حلم الاستقلال على الرف وبنصير نطالب في مساواة في دولة واحدة. طب ما خذها المسطرة، يعني خذها النموذج اللي إحنا عايشين. لا يعني واحد زي يهودا شنهاف مثلا، بروفيسور يهودا شنهاف وهو محاضر في علم الإنسان، محاضر كبير ومن رواد الفكر أصلا في إسرائيل،
بقول لا، يعني انه الحديث عن حل الدولتين هو العودة إلى الخط الأخضر وإخراج اليهودي من عقدة النكبة. طيب. وتداعيات النكبة. أوكي. والاعتراف بأنه إسرائيل تكلم. هل هذا يشمل حق العودة؟ الدولة الواحدة تشمل حق العودة؟ حسب يهودي شنهاف نعم. بس لا يعني في كتابه وكان يعني انا اسا بفكر هل اسرائيل ستكبر هذا يا سيدي هذا فصل لك الدوله انا الواحده انا كيف بدي اياها انا بدي اياها دوله اشتراكيه تسودها العداله الاجتماعيه محبه للسلام انا عارفها طبعا اسا بصيغها وانا وياك بنعملها بثلاث اربع دقائق لكن انا بقول في الواقع المعايش هل اسرائيل مستعده انه حق يعني انه اول شيء تعطي مواطنه كامله ان تتنازل عن طابعها الصهيوني ان تتنازل عن حلم الحركه الصهيونيه التاريخي أصلاً هم يعني تتنازل عن سيطرتها وتتنازل عن سيطرتها يعني السيطرة عن الهيمنة الاقتصادية الهيمنة العسكرية الهيمنة المدنية والسياسية هذا كلام في اعتقادي شكل من أشكال الهرب إلى الأمام الهرب إلى الأمام وهذا شكل من أشكال والله الوضع صعب مش قادر أوقف فيه ومش قادر أناضل فبدور لي على شغلة تانية أدفع عليها هذا كلام لا يفيد الشعب الفلسطيني هذا لا يعني هذا لا يعني انه والله في مرحله معينه انه نجي يعني اوكي خلاص يعني نصل الى هذه القناعه ونقول انه يعني ممكن يعني موضوع الدوله الواحده وما الى ذلك لكن هذا يجب ان يستند الى مستندات موجوده داخل الشعبين اما ان اعد الشعب الفلسطيني بان هذا طوق النجاه والخلاص لانه في مصاعب في حل الدولتين اعتقد انه هذا خطير جدا طيب. هذا خطير جدا محمد بركي نحن هنا في الداخل تطلع لا من هنا ولا من هنا على فكره ممكن ولكن هذا الطرح اصلا يعني يتداول بشكل يمكن بين نخبه مثقفه يهوديه وعربيه على فكره ولكن نحن هنا كأكولي فلسطين كاحزاب كاحزاب تشارك في البرلمان تشارك في هذه الانتخابات هل لدينا امكانيات للتاثير يعني في بعض الاحيان الواحد يعني بتطلع طب بالاخر هم الاغلبيه هم الاكثريه اللي بدهم اياه بيسووا هل امكانيه التاثير موجوده عندنا شوف العمل وهذه تجربتي طويلة السنين مش بس في البرلمان قبل ذلك أنا كنت نشيط في الحركة الطلابية بين عرب ويهود ويعني سنوات طويلة عشرات السنين هذا النضال هو كالنحت بالصخر وأنا أقول لك بكل صراحة لكن نحن لا نملك أن نيأس السياسي الذي ييأس يجب أن لا يعمل بالسياسة السياسي اللي يجب أن يكون مقتنعا أنه قادر على التغيير وقادر على العطاء وقادر على التقدم في قضية القضية التي يؤمن فيها إلى الأمام يعني تعتبر ننظر وين كنا في سنة 48 نحن هذه الأقلية الفلسطينية وين صرنا اليوم نحن قطعنا الشوط وهذا ما لم يكن بكرم أخلاق من دولة إسرائيل ولا من كرم أخلاق من الحركة الصهيونية إنما هذا إنجازات تراكمية بنضال ممد ومتعب ومحبط أحيانا لكن مع نظرة دائما نحن نمشي للأمام نظرة من الداخل إلى الأمام أقول لك أنه العمل في داخل إسرائيل وفي داخل المجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية هو أمر يعني سهل حتى على الصعيد الشخصي لما أنا بقعد في الكنيسة وبتشوف كل واحد بتبارزوا من يكون أكثر بشاعة وأكثر وقاحة وهذه الجلسة كانت الأكثر يمنية طبعاً. وأكثر عنصرية أصلا في تاريخ يمكن يعني الـ أصلا أنت مضطر أحيانا أن تجد نفسك إزاء مشهد اللي يتناقشون فيه على إنسانيتك أنا مش مستعد أخوض النقاش أصلا معهم لكن في نفس الوقت أنا لست مستعدا لترك هذه الحلبة وهذه السياسة ليسرحوا فيها ويمرحوا على هواهم أنا هنا باقون هنا على صدركم باقون كما قال توفيق زياد هنا على صدركم باقون كقطعة الزجاج كالصبار خليهن يغصوا خلي العنصريين يغصوا فينا صحيح أما يعني أنه أنا أطلع من حلقهن ويتنفسوا عنصريتهن على خطرهن لا ولكن على قضية العنصرية ذكر العنصرية يعني هذه الانتخابات هي أيضا فرصة لأحزاب اليمين إن كان إسرائيل بتنو حتى الليكود أنا لا أفرق يمكن في بعض الفروقات الصغيرة ما بينهم آسف ستكون فرصة أيضا لرفع وتيرة التحريض طبعاً على الجمهور العربي طبعا أنا يعني أستطيع أن أقول لك يعني إذا أنا من حق لي أن أتوقع شو المحور اللي بده يشتغل فيه اليمين اللي سميناه قانون تال قبل قليل اللي هو قضية الخدمة للجميع وهذا سيحولونه إلى مسار لمهاجمة الجماهير العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل
يعني قد يعني هم يتغذون بجندوا أصوات على حساب طبعا في الانتخابات الماضية ليبرمان لم يذهب في مطالب المهاجرين الروس ولا القضية العلمانية، إنما قضية المواطنة والولاء المواطنة والولاء، والآن بدهم يلعبوا على لعبة الخدمة أو تحمل العبء بشكل متساوي، وكأنه إحنا لازم نتحمل العبء تبع الحركة الصهيونية، أعباء الحركة الصهيونية، هذه الدولة التي تسمي حالها دولة يهودية، يريدون للعربي المقصى خارج تعريفها أن يكون جزء من هيكلية الدفاع عنها. هذا كلام نحن لا نقبله، وخاصة أنه في الحديث لا يجري عن دفاع عنها، إنما الدفاع عن احتلالاتها، الدفاع عن عدوانيتها، الدفاع عن إجراميتها. هذا أمر لن نكون شركاء فيه، لن يأتي يوم نقبل فيه أن نكون ذراعاً للحركة الصهيونية ترفع في وجه شعبنا الفلسطيني. ولكن يعني محمد بركي، يعني هناك شيء مقلق عم بيصير في يعني نسبة العنصرية، نسبة التعامل مع الآخر العربي بعنصرية، بحقد، بكراهية، حتى بنفي الآخر، مش حق الآخر، لا تحدث نفي إنسانيته، بالضبط نفي إنسانيته، الحديث حتى في يعني حديث اليوم عن منرحل من كذا. طب هذا شيء مقلق في إسرائيل، ايش دورنا احنا؟ يعني هون لنا ايضا دور كعرب انه نخاطب على الاقل، يعني هذا انجاز بالنسبه لي، انه 10% من اليهود المجتمع العبري انه يفهم كمان صوتنا احنا، لانه الصوت اللي يمكن الاعلى الان ضمن، لانه عندها هاي القوه هي المؤسس، صوت المؤسس، المؤسسه هي لها المصلحه نعم. الكامله في هذا التفريق ما بين العرب صحيح. واليهود صحيح، هذا كلام دقيق جدا، وهنالك احلام الترانسفير واحلام الاقصاء وكل هذا الامر. طبعا هذا يتطلب عده امور، يعني تطرقنا لها سابقا في هذا اللقاء. وحدة الجماهير العربية الكفاحية، أن يكون مجتمعا تعدديا ديمقراطيا، أن يكون عنده استعداد وعنده قدرة وعنده رغبة في أن يؤثر على ساحة اللعب المركزية في السياسة في إسرائيل، بمعنى العمل مع اليهود الديمقراطيين، في اعتقادي أن تكون موجود في الشارع، في الشارع العربي وفي الشارع اليهودي، أن لا تترك أي ساحة بما في ذلك ساحة البرلمان، في اعتقادي أن هذه هي الوسيلة، في موضوع هذه هي الوسائل المطلوبة اللي يمكن أن تضمن لنا معادلة الحياة. لكن حتى لو ضيقت الأمور، يعني كمان واردا بنجنوا الناس هون، وخاصة أنه يعني كل ملامح الفاشية عم تتبلور في إسرائيل بشكل خطير جدا. أنا أريد أن أقول، وهذا كلام مش إنشاء خرمتي، إحنا مش مؤقتين في هذه البلاد، نحن رأينا ما الذي حدث لشعبنا عام 48، هذه التجربة لن تتكرر مهما كلف الأمر، وإذا كان ثمت من هو مؤقت في هذه البلاد فهو ليس نحن. ولكن هناك خطر، هنالك يعني خطر، عقلية ليبرمان، هنالك خطر حتى. صحيح، هنالك خطر، هنالك حتى قلق، لكن لا يوجد خوف. هل هذا الأمر قد يعود في الانتخابات؟ يعني هل الانتخابات القادمة من المهدد، سؤال أخير، من الممكن أن تغير شيئا ما في التركيبة، متغير شيئا ما ضمن النقاش، لأنه في كمان شيء جديد في يائير لابيد وحزبه الجديد وما إلى ذلك. أنا بحكي على كمان هذا الصراع داخل المجتمع، هو يهمنا أيضا ضمن رؤيتنا للوضعية. يعني كمان مرة بقول لك، إحنا مش معرضين أن نكون، مش مرشحين أن نكون جزء من السلطة الحاكمة في إسرائيل، لكن إذا ألقينا بوزننا كاملا، نحن نستطيع أن نمنع أن تقوم حكومة يكون في مركزها الليكود يعني أنت تبني الليكود اللي إمكانية وأمكانية واردة أن نكون جسما مانعا مرة نعم. أخرى نعم، وأعتقد أن هذا واقع جدا ولا يحتاج إلى جهد كبير. إحنا نسبة التصويت كانت عندنا 51% في المرة الماضية، إذا وصلت 65% فيش أغلبية لا كتلة، هذا يعود للإمكانيات الإقناع بالضبط طبعا. ولذلك أنا الناس بتحس بغربة، بتحس بمنفى، لذلك أنه شو بدي أنا يعني اسمح لي أن أدعو من هذا البرنامج إخواننا في القوائم العربية، في القوائم العربية الموحدة ومركباتها وقائمة التجمع، أنه هنالك قد نتفق، قد نختلف، قد نتنافس، لكن أنا أدعو إلى أن نتفق على أمر واحد، بأن يكون هنالك مسعى مشترك لرفع نسبة التصويت، رفع نسبة. وهذا أول شيء يجوا على الصندوق، العربي لما يجي على الصندوق بده يصوت أساسا 80% أو 85% لأحد القوائم الثلاثة، يجوا على الصندوق. لما يجي على الصندوق هو قام بدور مهم في وضع حواجز أمام ليبرمان ونتنياهو. ولكن تحدثنا في البداية في إمكانية أيضا تحالفات وليس فقط اتفاق. أنا بقول بغض النظر عن التحالفات أو التباينات، عن التنافسات أو الاتفاقات، لكن القضية الأساسية الأولى التي يجب أن نجتمع عليها هو أن ترتفع نسبة التصويت على الأقل إلى النسبة العامة في إسرائيل. إذا وصلنا إلى 70% لا يوجد أمل لأن تقوم حكومة في مركزها نتنياهو وليبرمان. محمد بركي،
أنت كرئيس الجبهة هل ترى أنه في إمكانية للنزول مرة أخرى ضمن قائمتين في تجربة سابقة كانت؟ ممكن طبعا. ممكن. ممكن طبعا. طيب بهذا السؤال أولا يعني ننهي الحلقة. أولا شكرا لحضورك، بالفعل كان الشيء ممتع، وبرأيي أنه كما قلت أنه هذا الموضوع نأمل أن يكون مفيد، مش بس ممتع، مفيد طبعا، وبرأيي أنه هذا الموضوع سيأخذ منا مساحة ضمن البرامج القادمة. أيضا سندعو رؤساء الأحزاب الأخرى والقيادات الأخرى. مرة أخرى شكرا لك محمد بركي. أعزائي المشاهدين، نلتقي في الأسبوع القادم وفي نفس الموعد من حلقتكم. إلى أن نلتقي، تحية مني رمز حكيم ومن طاقم البرنامج. إلى اللقاء.